إذا فزت هنا في البيس فإن المنتخب التونسي سيتأهل. أحسن. ضربة رأسية خطيرة تلك من هذا اللاعب رقم 17. السلام عليكم، مرحبا بكم، اسمي ياسين ليتو. انتهت مباراة المغرب ضد بلجيكا، فوزنا على بلجيكا شيء لا يصدق العقل صراحة. أصلا بلجيكا فوزنا عليها في السابق في مباريات ودية، لكن في مباراة رسمية لم يسبق لنا صراحة أن فوزنا ضد بلجيكا سنوات هذه. أتوقع آخر مباراة لعبناها ضد بلجيكا مباراة رسمية فازت علينا 1-0، استطعنا الانتقام، دمرنا بلجيكا 2-0، شيء جنوني. هارليكي جميع اللاعبين صراحة لعبوا بشكل جيد، النظام هذا هو الأهم، لاعبون منظمون جيدا، لم نترك نهائيا المجال لبلجيكا لكي تقوم بفعل محاولة خطيرة. بالفعل كانت هناك محاولة خطيرة، لكن تحياتي لحارس المرمى رغم أن بونو غير موجود، لكن لدينا الأحمدي حارس خطير من طينات الكبار بطبيعة الحال. عندما شاهدت بأنه هو الذي دخل مكان بونو أحسست بالأمان صراحة، لأن حارس شارك في كأس العالم 2018 صراحة حارس رائع. نعم انتظروا نكشف الصعوبة، انتظروا، المنتخب التونسي تم إقصاؤه، سنأتي إلى هنا لكي نكشف الصعوبة. المنتخبات التي تم رفاق إقصاءها سوبر ستار، ليتس جو سوبر ستار، المنتخبات كما قلت لكم التي تم إقصاؤها يا أصدقاء سألعب ضد سوبر ستار. تخيلوا تونس ضد فرنسا في سوبر ستار، أمر جنوني، وهذه لاعب لديهم معنويات نازلة. كأس العالم في لعبة البيس مع الأسف لقد تم إقصاء السعودية وتأهلت قطر عكس الحياة الواقعية. في الحياة الواقعية قطر تم إقصاؤها والسعودية ممكن أن تأهل إذا فازت في المباراة الأخيرة، لكن أتوقع بأن المباراة الأخيرة الخاصة بالسعودية ستكون صعبة جدا. وبداية المباراة يا أصدقائي الأوفياء سأحاول الفوز بطبيعة الحال ضد السوبر ستار، يعني أنني لا ألعب وأتساهل، سأحاول. ممتاز مساكني، جيد مساكني يا رب، ليتس جو ضد السوبر ستار، مساكني هيا صديقي. واو أخذ. تأخرت شيئا ما في إعطاء الباس، أردت صراحة المراوغة بصديقي المساكني. مع الأسف المنتخب التونسي دخل في الكثير من الحسابات، سيعتمد على فرق أخرى، نتائج أخرى. هيا ممتاز مساكني يا رب، خذ دمره. لا لم أريد سير فأريس. مع الأسف إذا فزت هنا في البيس فإن المنتخب التونسي سيتأهل. أحسن. ضربة رأسية خطيرة تلك من هذا اللاعب رقم 17. يا سلام، راقبوا كيف هرب، راقبوا. الحارس لم يمسك فيها اي شيء. هل بالفعل تونس ستفوز على فرنسا؟ لان فرنسا اصلا تأهلت. اعتقد في مباراة تونس ضد فرنسا ببساطة فان المنتخب الفرنسي لن يقوم بادخال اللاعبين الخطيرين، لان من الضروري ترك اللاعبون لكي يرتاحوا لدور التمون. هيا اضرب. مبابي كاد أن يسجل التعادل. لو كنت أنا مكان المدرب كنت سأترك مبابي لكي يرتاح، لا أتركه لكي يلعب تلك المباراة، لأن مبابي تقريبا هو النجم. أو ممكن أن أتركه يلعب فقط مثلا الشوط الأول وأخرجه في الشوط الثاني، أو ألا أدخله نهائيا. سأترك تقريبا اللاعبون في الاحتياط لكي يلعبوا ضد المنتخب التونسي، وبهذا فإني سأقوم بإراحة اللاعبين، لأن من الذكي إراحة اللاعبين صراحة، خصوصا اللاعبون الخطيرون الذين نعول عليهم في المباريات القادمة، وبهذا فإنهم سيدخلون المباريات القادمة وسيكونون متحمسين أكثر، وكذلك سيكون قد ارتاحوا. أنا 3 أيام تقريبا راحة فإنها لا تكفي. هيا بسرعة. واو. في هذه اللحظة بالضبط المنتخب الفرنسي بدأ يركز، بدأ يحاول التسجيل. سنفعل هكذا لكي نقوم بإعطاء باس قريبة. مبابي في أغلب الأحيان عند المنتخب الفرنسي فإنه يلعب في الجانب في الأسفل، لكن هنا قام بوضعه في الجانب. لا مشكل، خطأ كبير هذا مع مبابي. وتقريبا لدينا مبابي من بين أسرع اللاعبين في البطولة، وممكن أن يكون هو أسرع لاعب في كأس العالم لحد الآن. في رمشة عين ممكن أن يحدث الفارق. أحسنت، ممتاز، باص عالمي. لا مشكل، نحن فائزون، تونس فائزة يا أصدقاء، رغم أنني قمت بتصعيب الأمور على تونس. سوبر ستار يا حبيبي، لكن تونس ممكن أن تونس كذلك تأبى إلا أن تتأهل، كما حدث تقريبا مع المنتخب القطري نفس الشيء. أوف سايد. كذلك المنتخب القطري صعبت عليه المأمور لكي يتم إقصاؤه في اللعبة، ولكي تتأهل تقريبا فقط المنتخبات التي ستتأهل في الحياة الواقعية، مثل المغرب مثلا ممكن ألا ألعب ضد سوبر ستار. سأقوم بتخفيض شيئا ما صعوبة التوب بلاير. التوب بلاير هو أسفل من سوبر ستار، لأن لدينا فرصة كبيرة لكي نتأهل. لهذا السبب هذا هو الشيء الذي سأفعله. أما بالنسبة لتونس صعبت عليها المأمورية، فإذا بها يا أصدقاء تلعب بشكل جيد في هذه المباراة الحياة فإنها تذهب في العكس، كذلك في الألعاب. إذا صعبت على نفسك المأمورية يكون الأمر سهل، وإذا سهلت على نفسك المأمورية تكون المباريات صعبة. وبعد المباريات الخاصة بالتوب بلاير أعدكم أصعب بكثير من سوبر ستار.
ممتاز. ضربة خطأ لصالحي. غانم غانم حسنا. هيا هيا راقب راقبوا. كيتشارف قوي سجيها. كراتك 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 جيد. أنت الأطول هناك. أحسنت. ذهبت. جميل جميل جميل. مساكني يا رب مساكني يا رب مساكني كاد أن يدمرهم. لكن يوري صد تلك الكرة. هيا ممتاز ذهبت مساكني. أحسنت. كرة عالمية من هناك. هذا هو صفر الصار. لا يمكن لا يمكن صفر الصار يا رفاق. أنا أسيطر عليه بهذه الطريقة. وعد عليك اللاعب يا رفاق يريد إمساكي. بالنسبة لنقولو كانتي مع الأسف أخذ الكرة. نقولو كانتي لا يلعب مع الأسف بسبب أن حصل على الإصابة. كذلك بول بوغبا. يعني أن المنتخب الفرنسي الكثير من اللاعبون مصابون. رغم كل هذا لقد تأهلوا صراحة. لكن مبابي هو الذي غير مجريات تلك المباريات الخاصة بفرنسا. أن تقريبا أغلب الماتشات هيا قمت بمشاهدتها في كأس العالم لم أفوت ولا ماتش. هيا هيا مساكني يا حبيبي. واو 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 واو, واو. لحد الآن نحن فائزون. تونس متأهلة. المنتخب الفرنسي لست متأكد الشيء الذي سيحدث بالضبط في لعبة البيس إذا فزت عليه. هل سيتأهل أم لا؟ هيا هيا يضغط 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 مبابي. واو واو واو. الحمد لله الحارس أعطاه الباس وتقى فيه. جاي جاي اضرب ممتاز كراتك. هيا مساكني. أحسنتم أحسنتم. أعطاها لي أعطاها لي. ليتس جو ليتس جو. هيا 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 بسرعة بسرعة بسرعة. ذهبت عند مساكني. مساكني يا رب مساكني يا رب. هيا ممتاز باس عالمي. تحرك خذ. يا سلام يا سلام. هيا باس. لا مشكل لا مشكل. كونتراتك خطيرة. بقيت 5 دقائق تقريبا وسينتهي الشوط الأول. جاي جاي جاي. الحائط الحائط الدفاعي يعود للوراء يعود للوراء. لهذا السبب اخترت بالضبط لعبة البيس 2021 ولم اختار الألعاب القديمة ببساطة لأن هذه اللعبة طريقة لعبها تشبه شيئا ما الحياة الواقعية من ناحية الضغط من ناحية الباصات من ناحية الجري والهروب. اللاعب الجيد فإنهم يلعبون بشكل جيد لكن يمكنكم أخذ الكرة لهم بلاعب ضعيف تشبه الحياة الواقعية. جيد ممتاز مساكني يا حبيبي. مرة أخرى جناح عرضية دمره. واو واو واو, واو. نصف هوائية. أحسننا أحسننا. مرة أخرى. لا مشكلة لا مشكلة. عودوا عودوا عودوا. Let's go. نهاية الشوط الأول نحن فائزون. بداية الشوط الثاني ضد منتخب فرنسي عريق وخطير. مزيد من التركيز مزيد من التركيز. عودوا عودوا للوراء يا أصدقائي. أحسنتم. املأوا الطريق عليه. جيد جيد. سنملأ الطريق نملأ الطريق. لا مشكل لا مشكل. لن أذهب لن أذهب. هيا ممتاز. أخذناه أخذناه لمن لمبابي. Let's go. خذ يا صديقي أنت. ممتاز ذهب. هيا لا 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 باس سيء باس سيء. لا مشكل لا مشكل. نعود 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 بسرعة 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 بسرعة. يضغط على كومان أنت. أحسنت. أخذنا له. Let's go. لاعبون يلعبون بشكل خطير في هذه اللعبة. هيا لا مشكل لا مشكل. مسكني صراحة. كانتي خطير في وسط الميدان. كانتي تقريبا هو اللاعب الوحيد الذي ستكون فرنسا قد ندمت عليه لأن أصاب. هيا جيد 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 جي. مرة أخرى مرة أخرى. لا تتركوا له المجال النهائي. أحسنتم أحسنتم. ضغط ضغط عالمي ضغط عالمي يا صديقي. جيد اضرب ممتاز. العرضيات الذين يلعبون طوال القامة هناك. أحسنتم. مرة أخرى مرة أخرى. يملا عليه الطريق. جيد دفاع يا صديقي. صلابة دفاعية. المدرب الجيد يعرف طريقة تمركز اللاعبين ويعرف كيف يمركزهم بشكل جيد مثل تقريبا المدرب المغربي صراحة. هارد لكلا بلا كذب. كذا نسجل. المنتخب المغربي مثل مباراة كرواتيا. مباراة كرواتيا أغلقوا علينا المنافذ لم نستطع تسجيل الأهداف عليهم. أن المنتخب الكرواتي كبير بالفعل ليس نفسه المنتخب الكرواتي الذي لعب في سنة 2018 لكن منتخب كرواتي لعب بشكل جيد صراحة. تعادل ضد المغرب بمثابة فوز للمنتخب الكرواتي. وستشاهدون مباراة كرواتيا ضد كندا. ورشح كرواتيا أن تفوز ضد كندا بسبب الخبرة بطبيعة الحال. وخصوصا كندا إذا تركت لهم مجال لكي يلعبوا على الأجنحة سيدمرون صراحة. المدرب لدينا مدرب كبير. لا يجب على الجامعة لكرة القدم أن تغير حتى ولو تم إقصاء ناي أصدقاء. لا يجب عليهم تغييره. مدرب صراحة أظهر قدراته كبير. طريقة لعب لعب رغم أن ليس لدينا لاعبون يعني خطيرون. لدينا زياش وبوفال هم لاعبون الوحيدون الذين يراوغون بشكل جيد. الهجوم عندنا نقص في رأس الحربة لكن صراحة النصير يتقاتل بشكل جيد. يتقاتل يا أصدقاء. رغم كل هذا لدينا نقص يعني ليس لدينا هداف
بمعنى الكلمة. ممتاز من هناك ادخلي. لا لا تدخل. هو لاعب جيد لا ننكر، يتقاتل يجري في الملعب يضغط، لكن ليس لدينا لاعب مثلا من طينات ليفاندوفسكي، او لو كان لدينا لاعب رأس حربة من طينات ليفاندوفسكي تقريبا او شيء من هذا كنا سندمرهم. الحمد لله مع الأسف كذلك ضع كابورا في السن، لم يعد يستطيع الجري بجري. ليس الحمد لله الذي نعرفه في سنة 2018، الحمد لله كابور مع الأسف، لكنه لا زال يتقاتل كذلك، لكن هو أضعف. لدي النصيري تقريبا هو أفضل مهاجم. هيا ليتس جو، مهاجم قناص هذا، رأيتم كيف هرب من التسلل؟ مهاجم قناص هذا الموجود عند تونس، اسمه عبد الحميد هنا في اللعبة. المهم رقم 11 عند تونس، رقم 11 اللي حدنا في هذه المباراة خطير، سجل الهدف الثاني في سوبر ستار لا تنسوا. منتخب تونسي صراحة يستحق التأهل في البيس لهذا السبب استثناء، لكن في الحياة الواقعية مع الأسف قد تم إقصاء. عندما تفوز عليك أستراليا فأكيد سيتم إقصاؤك. شيء شيء ضغط عليه. هاي 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 اضغطوا اضغطوا، ممتاز كرة شكو. الآن مبابي سيدها بلا مبابي بقية أعطاه الباس، لا مشكل لا مشكل، ممتاز كت أنا أخطف الكرة. هيا جيد خطفنا لكن قام بإسقاطي. هيا جيد جيد، نقوم بتبريد اللعب. هيا يصعدوا يصعدوا يصعدوا، جيد آية الله. ذهبت مرة أخرى، عادت وسط الميدان، أحسنت مرة أخرى. لا 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 جيد جيد جيد، عادت كرة هنا مرة أخرى عند المساكني، ليس المساكني بل ها هو المساكني. هيا عودوا 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 بسرعة 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 بسرعة. هذه هي الاستراتيجية، نفس الحياة الواقعية. عندما تشاهدون البيس 2021 تشاهدون الحياة الواقعية بطبيعة الحال. اي فوتبول كنا نعتقد بانها ستكون لعبة عالمية خطيرة، هذا لم يحدث مع الاسف بسبب الاخطاء التي فعلتها كونامي. صراحة كونامي فعلت غلط كبير جدا، اغلب اللاعبين ذهبوا للعبة الفيفا ولم يعودوا يلعبوا كثيرا لاي فوتبول، فقط نحن تقريبا نحن في شمال افريقيا الذي لازلنا نلعب البيس، اما الشباب في الشرق الاوسط اغلبهم يلعب الفيفا. عد 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 بسرعة بسرعة بسرعة، واو باس خطيرة يضرب، احسنت اعادها للحارس، مدافع رائع هذا. 2-0 مباراة صراحة خطيرة، لكن المنتخب الفرنسي لم يظهر صراحة. احسننا مسكني، خذها لا مشكل. نعود نملأ عليه الطريق. جيد ميندي تعب، لازال لم يقوم بإخراجه، ليس لديهم البديل على ما اعتقد. لديهم هيرنانديزات، الإخوة هيرنانديز. اوه كنت أسجل على نفسي، أردت يرفق فعل كنترول الكرة هناك أصلا، هذا السبب لم أضربها. أحسنت مهاجم، لا مشكل. ضربة خطأ لصالحي، ليتس جو. وصلت عند غانم مع الأسف لقد تعب، عدد لا بأس به من اللاعبين عندي تعبوا، لكن سأترككم لكي يكملوا المباراة ببساطة لأنهم لعبوا بشكل جيد، لن أخرج أي أحد. أحسننا ذهبت، ممتاز. مع الأسف أوف سايد في هذه الأثناء. المنتخب التونسي كذلك أبى إلا أن يتأهل في هذه اللعبة، رغم أن مع الأسف تم إقصاؤه في الحياة الواقعية. عليه الفوز ضد فرنسا وسيستحيل الفوز ضد فرنسا، فريق خسر ضد أستراليا يستحيل، لكن هنا لقد تأهل تونس يا أصدقائي. أنا أرجو صراحة أعتقد بأن تونس سيتم إقصاؤها. الشيء الذي سأفعله أني سأستمر في تصعيب المأمورية على تونس، سوبر ستار سأستمر يا رفاق في اللعب ضده باستعمال المنتخب التونسي. بقيت لنا مباراة الآن ضد كندا وهو المنتخب الكولومبي. قطر تأهلنا، تأهلت السنغال ممكن أن تتأهل، لكن في الحقيقة الواقعية قطر تم إقصاؤها. إنجلترا ويلز قد تم إقصاؤها لن تتأهل يا أصدقاء. بولندا الأرجنتين والسعودية تم إقصاؤها، هنا تأهلت بولندا والأرجنتين في الحقيقة الواقعية، لازلنا لا نعرف بعد، مجموعة مجهولة. هنا تأهلت تونس وتأهلت فرنسا كذلك، الدنمارك وأستراليا تم إقصاؤهم، مع الأسف هذا لن يحدث. الدنمارك وأستراليا سيلعبون مباراة التأهل ضد بعضهم البعض، بالنسبة لتونس ستلعب ضد فرنسا في المباراة القادمة، ومع الأسف الشيء الذي سيحدث ببساطة هو أن فرنسا ستفوز على تونس، ممكن أن يتعادلوا لكن مع الأسف تونس تم إقصاؤها. ألمانيا هنا تأهلت، إسبانيا تأهلت، لكن في الحقيقة كوستاريكا لديها 3 نقاط، فازت ضد اليابان رغم أن اليابان هي التي سيطرت على المباراة. ممكن أن يحدث العكس في هذه المجموعة وألا يتأهل المنتخب الألماني. بالنسبة للمنتخب الإسباني إذا فاز اليوم ضد الألمان في إمنا سيضمن التأهل. بالنسبة للمغرب هنا بلجيكا لديها 5 نقاط، كرواتيا 3. بلجيكا ستلعب ضد كرواتيا، يعني لكي تتأهل كرواتيا أنا علي أن أخسر
بنتيجة عريضة وكرواتيا تتعادل. ضد بلجيكا ممكن أن تتأهل، وممكن أن تتأهل كذلك كولومبيا إذا فازت عليه، لكن لديهم ناقص 3 في الأهداف. مجموعة هنا خطيرة. الشيء الذي سأفعله هو أنني سألعب هذه المباراة، أيوة هي التي سأقوم بنشرها معكم غدا. بالنسبة لي أنا سأكتشف فقط بهذا في هذا المقطع، أتمنى أن أعجبكم. كذلك الحين أنا معكم ياسين، استودعكم الله والذي لا تضيع، ولا تنسوا بأن السلام وخير ختام.